شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لمنتدى البحرين للحكومة الإلكترونية الذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك حرصا منها على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية التي تسهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين. وقد قام ممثل إدارات الوزارة بالتعريف بالمهام والواجبات والمستوى المتميز الذي وصلت إليه، واستعرضوا أحدث الخدمات المقدمة للجمهور وأهم التقنيات الأمنية والأجهزة المتطورة التي تساهم في القيام بالأعمال الموكلة لهذه الإدارات بأعلى مستوى من الدقة والسرعة والمصداقية، حيث استعرضت الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية نظام المراسلات والأرشيف الإلكتروني وموقع وزارة الداخلية الإلكتروني. كما شاركت الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في المعرض من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، ومنها خدمة التأشيرات الإلكترونية، فيما قدمت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 3 برامج، وهي نقل الأموال عبر الحدود ونظام الإنتربول الجنائي وبرامج التحليل الجنائي.